فهناك فرق بين العزيمة والرخصة، وقد فرق بينهما أهل الأصول، فقالوا إن العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي من غير معارض راجح، وقالوا إن الرخصة هي الحكم الثابت بدليل شرعي لمعارض راجح. وبما أن الجبيرة من باب العزيمة لا من باب الرخصة، فإن المسح فيها مشدد ليس مخففا كالمسح على الخفين والعمامة، ذلك بأن المسح على الخفين والعمامة من باب الرخصة، ولذا لم يأتي المسح من باب الرخصة إلا في عضوين الرأس والقدم، وأما ما عداها فلا يجوز المسح عليه من باب الرخصة، فلو كانت الكف أو البعض منها مستورة فلا يجوز أن يمسح عليها. ولذا خطأ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، خطأ من يقول بجواز مسح المرأة على المناكير، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة كانت عليه جبة شامية، فعجز عليه الصلاة والسلام أن يحشر أكمامه، فقام فأخرج يديه عليه الصلاة والسلام وغسلها، ولو كان المسح يجزئ لفعله عليه الصلاة والسلام، فلا مسح رخصة إلا في الرأس والقدم. أما المسح عزيمة فتكون في أي موضع من البدن، وهي ما تسمى بالجبيرة.